شارك وفد من هيئة البحرين للثقافة والأثار ترأسته معالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة رئيسة الهيئة في افتتاح أعمال اجتماع لجنة التراث العالمي 43 والمنعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو، وذلك بحضور السيدة مهربان ليويا النائب الأول لرئيس جمهورية أذربيجان وسفيرة النوايا الحسنة لدى منظمة اليونسكو، إضافة إلى تواجد عدد من كبار مسؤولي المنظمات المعنية بالتراث العالمي. وشهد الافتتاح إلقاء كلمات لكل من وزير الثقافة الأذربيجاني أبو الفاس غرايف رئيس لجنة التراث العالمي لهذا العام، السيدة أودريه أزولاي مدير عام منظمة اليونسكو، والسيد لي بيونغ هيون رئيس المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو. وسيشهد اجتماع لجنة التراث العالمي مناقشة تسجيل عدد من مواقع التراث العالمي الطبيعية والثقافية على القائمة، من بينها موقع تلال مدافن دلمون، إضافة إلى عقد عدد من اللقاءات وورش العمل والندوات التي تتناول مواضيع مختلفة حول التراث العالمي. وبهذه المناسبة صرحت معالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة بأن تواجدنا في هذا المحفل الدولي الذي سبق وأن نجحنا في ترأسه واستضافته في البحرين العام الماضي يؤكد أن العمل الثقافي الذي يكون مكرسا لرفع اسم الوطن دائما ما ينتج عن منجزات حضارية تجعل منا محطة إعجاب وتقدير دولي. وأكدت معالي الشيخة مي بنت محمد أن تحضير ملف ترشيح موقع تلال مدافن دلمون تطلب جهودا كبيرة، وجاء تأكيدا على أهمية هذا الموقع الذي يشكل الكثافة الأكبر للمدافن على مستوى العالم، كما أنه يشهد على حقب تاريخية بالغة الأهمية من تاريخ هذه الأرض ويساهم في تحقيق نهضة نوعية في قطاع السياحة الثقافية. وتشارك مملكة البحرين في اجتماع لجنة التراث العالمي في نسخته 43 كعضو في اللجنة التي تتكون من 21 دولة. اليوم هنا في أذربيجان في باكو في المدينة التي تستقبل لجنة التراث العالمي، هذا اليوم في هذا المبنى الجميل، المبنى الذي صممته الراحلة زهاء حديد المهندسة العالمية، وهو مركز حيدر الذي يستضيف اجتماع اللجنة هذا اليوم أو الحفل الأول. هنا العمارة هي التي تجذب، دائما نقول أن العمارة لغة الحضارة، لذلك تركز البلدان التي تستقطب سياحة نوعية على المباني التي تعتبر مباني لها خصوصية ولها حضور على مستوى العالم. اليوم هذا الاجتماع يمهد للاجتماعات القادمة التي تدرج فيها مواقع جديدة في قائمة تراث الإنسان العالمي، وكلنا نعلم أن هذه المواقع هي التي تشكل جذب لسياحة ثقافية نوعية، وتتنافس البلدان في استيفاء الشروط لوضع مواقع جديدة. البحرين استقبلت هذه اللجنة الهامة في العام الماضي، واليوم نشارك هنا ونأمل أن يدرج قريبا الموقع الثالث لمملكة البحرين، وربما تكون المملكة التي تحظى بعدد كبير من المواقع في مواقع غريبة من بعضها البعض برفعة جغرافية، يقترب كل موقع من الآخر.